الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكي التسليم. أما بعد، وبابكي أفرتني أفراد، باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. باب توقير العلماء وحبا بهي العلماء ذا اللوينيو والكبار ددك واوين وأهل الفضل يددك فضل عليه وتقديمهم إن لغهر مريو على غيرهم ددك كاله ورفع مجالسهم الكائف ديان ينا لكريولو وإظهار مرتبتهم في درجة إليه إلا موجيو. الإمام النووي اسكو دايا انت قضب كسو أوري بابك كان إنو مدو البابا وكان حديث دليل أنه قنكرة هنا الرغي ليس على ذا. قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قد كنت ترى هذا مجنجين با ومسيمين كوح قرنية كوح قرنية وإلهي سبحانه وتعالى مركع قونته وحسي قارة وسي ويري وحوان توبي ونكر يدتك يوين درقر تضع. الحديث الأول وحديث كواد أهنا حديث كسدح بقل أفرتا يسيديد كتابك عن أبي مسعود عقبة من عمرو البدري رضي الله عنه قال لغوري قال إنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوهير يا أم القوم أقرؤهم لكتاب الله أقرؤهم لكتاب الله ذات كوحا إمام نقنية كود أغو أقرنت بضن يعني أغو أقرنت قرش كتابك إلهي جل وعلا. فإن كانوا في القراءة سواء هدي أي سميهين وقراءة يكسمين كان حافظ بها كان حافظ وحافظ متقن وحافظ متقن وكذا فعلمهم بالسنة كان سنة وقوع قوم بضن بالله مرنية. فإن كانوا في السنة سواء هدي أي سنة يكسمينه كان يقان كان قوم تاليه فأقدمهم هجرة بتكود وجوه الري حق هجرة الله مرنية. فإن كانوا في الهجرة سواء هدي هجرة يكسمينه مرء وذي هجروا ذينا فأقدمهم سنا كود وجود أوين بالهرمرنية. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه قف يا نقف كر إمام بقول نقن هل كو كتليو ولا يقعد في بيته قل يسنيان وفريسن على تكريمته هل كإسال وقارك إلا بإذنه إنه إذن ويجسن من رواه مسلم. وفي رواية له فأقدمهم سلما بدل سنا هل كي سني لغير داء مد سلمي بالغو بدلو مثل هو إسلام كهرية أي هو إسلاما. وفي رواية يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله تدك وحا إمام من قنية مد كود أغو كرشعك أقرنت كتابك إلهي وأقدمهم قراءة قراءهان أغو هرية. فإن كانت قراءتهم سواء حدي قرد أي كسميهين وجنجيهين فيا أمهم أقدمه هجرة وحا إمام من قنية كود أغو هجرة هرية. فإن كانوا في الهجرة سواء هذه الهجرة كسميهن فليا أمهم أكبرهم سنا يا يوسن إمام النق إمامها النق ضده متك أقود أذوين. والمراد بسلطانه ويري هلك كان أي محل ولايته وهلك أكتليه أو الموضع الذي يختص به هلك أولا قاريه وتكريمته نمرك أوليه بفتح التاء وتأضل قرده وكسر الراء إراء الله صده ولرا تكري وهي ما ينفرد به وقف كوحو قار ليه من فراش جوجل وسرير سرير ونحوه ما وحي لها المال. حديث كان مركز لدول مريو وحن نقصه مري والله الحمد يسوق فحفاسا في المحرر ومدر بو قدب كيس مركز عليه. حديث وحو تلمامة إن إمام مضو أو إن دتك صلاة دلقى بحيائته مسؤولية دي أدو علوس قفك السنة أنو إساقي قلم إلا إمو كتابك إلهي ميل سارم بويانا. ولذلك حديث مركو تلمام أقرأهم لكتاب الله مركو لتلمام وقفوا قرآن كيسو أنو فديه قرآن كيسو ومخاريت يسأي فديان وحفظوا قفكو خلد كرا مشكلة ماله
وأيضا هذا الدوريرين يسي واحد لقيا بأن تكون على شيء تدنا أدخل الدين تاني روحوا كم جبنا لكن إن نقفك رأديسه يخأديس عين كيس يفأديس وحنا يكل ساري مركبة مهمة هدي لكن قفك مخارج تبقى يكدي لنته وحروف تقارك سكة لو دواقيه إنه ضدك صلاتك بحيا معها وأنا مهم قفك إنه يسوي احترام أنت آني لبك لا أنا إيمان النبي صلى الله عليه وسلم هذا نوح التمامي ضدك حسمي درجات بل حسمي هدي أي دعاء مركه لما نروح قرد يكوض السمن وكان قارية وكان قارية هل له إيه سنة ولما قارك دو حين سنة وحي كترجم يسا قفك فقيس فقهي إنه يقان إلا صلاة قفك وحباكو إيمان كرا تنوبه شيء وحكم ذا أو ينوبه شيء وحادي إكرت قفك إن وسهويه وحادي إكرت إن حالة إيكي ماذا نويسدو أي بورتو سي مرك استخلاف أصمين لها وحالا جاء من أركان تيساك الدرانتو وحبادي إكرا مركا سوك لو حلو إيجي سيدي سودة دو يقانا هدي كودة سيميهين هاج إجري دي بالو إيجي إلا هدا طبعا وقتها هدا لقومة جريء وهجر لقومة جريء لكن على الأقل سي اسلام حق اسلام كوكله ريين يعني قف ادوكت هاي انه قرادينا انا محبا كدا من فقينا محبا كدا من ادي هرتانا دين اقرسي هرتانا دين اقرسن جري اولي داعي هان جرات اوكت هاي ان هر مرتب معها الا اللهم انه ادم اسق مويان هل كاسو النبي صلى الله عليه وسلم روايه كلا كبا عليه اقدمهم قراءه اوكي كان هو حافظ كان هو حافظ كان هو متقن كان هو متقن لبدا يفدي ذا لكن يا هري حفظك لأن سنة كهر وكسر بحي معهد كقرآن كحفظي لأن أفرطن سنة كهر بقرآن كحفظي مركا إنه يسكو مال لقلي مركا ما هل كاسو النبي صلى الله عليه وسلم هاي بل هاش انت هلا إلى اليوم وعاكلو إيادة نمهي ما والنبي قتل ماما صلى الله عليه وسلم قف بعد مرتي وقوتا هاي مال قرقي ساد وقوتكتي صلاة دي أديها وكو أردن إيو كو يراهد مال دي نقبح إيو كو يراهد نقبح مبويان أديها هايسك قلين دات كي صلاة ده كبحينين حلمي دو كلا مركات قرقي ساد جوكتي ساد صح كلا قفكو حاجر مال وحاجر كرسي إساق وقارة سرر إساق وقارة جيمبار إساق وقارة جيمبار واتقانا صاما مال إساق وليه ميشي ساكا فريسان إنو كو يراهد مال كسو دو أذان مرتي صلاة دا نقبح أذان مرتي هل كان فريسو بركو كو يراهد والا كرتي وحكول هل كان هدانا الإلالين يا دأذي دأذي يا ذا مهم كبديك هدا وحيو دو اللي ودي سيمي أو قرادي ولا ودي سيمي أو فقي دتكو أسكو هذا ميت دو اللي بوي ساقم ميت لكن دأ ما يشتي ميت منا دأذي سو وأني عروبي أو دأ إنه أني ندل يرى مركان دل يرى ذا وحال ربا إلا إنه يسوه كالي يراهد مويرور أديك قل أبو إسكا سوري حما إنه يسندق دقين أنو أردن حيا الإمام مضو وحسهلا ما دتكي بعد إلهي بعد هر استاجي سا ومدي بعد وجد ترجمي سا بل نصوص طوحي تنمامي سا كالي حتى مدو عيسى كرت مركا إمام تاه وأنا دتك مدو عيسى دي كالو أخيان تاه مركا سجو سان تاه وأدو عيسى نسوينا دتك قدر تاه إلا دتك قلاشا تاقا يعني ديك صلاة دكو حرتي صلاة لكو أمني قفك إن صلاة لكو أمننا وأي كقيمة بضان تقف إن كرسي لكو أمنه أو شن لكو أمنه هل كان مركا النبي قوت المامي صلى الله عليه وسلم الحديث الثاني حديث كلا بعض حديث كأفر بقول إلا أفرتن إسقال سدح بقول أفرتن إسقال عن ذهب وعنه أي وعن أبي مسعود وحل قوري قال إنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قوت يمسح مناكبنا متساء مصحة قربها إن في الصلاة صلاة مركا القلب ويقول وحي نديجر استووا سنما ولا تختلفوا هيس خلافنا وهذا اس خلافتان فتختلف قلوبكم قلوبتي انه اس خلافته لياليني هاي لحر الصدى منكم حقين حالو كم دي هاي اولو الاحلام ذاتك ايو قان جاركا وحكال الغوت الماء والحلم ذاتك الفضيكا ايوانها ذاتك عقوشة ثم الذين يلونهم كدم لكو وكحيل وقوله صلى الله عليه وسلم لياليني والنبي قوير وهو بتخفيف النون نون تمشي ليس لياليني مدهيس واتفوضين إسا وليس قبلها يا يعني مركع كم هو ريس وروي بتشديد النون نون تغشدن ولا وريو نيد الله مع ياء قبلها أو يكه ريس والنها العقول بالله وضع عقلية وأولو الأحمال هم البالغون وضدك قنجاركا وقيل أهل الحلم والفضل وضدك يو حلمك يفضلك اسكو درس دوي
حديثك لو الله ميدو راعينا وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوعيري لياليني هاي لحي الرسل منكم حقين حالي كأهذان أولو الأحلام والنهى ضدك إيه وعقوشة إنه قرطرأة وحقرانا قانقارك عقوشة له ثم الذين يلون كوا كوحيك هذانا ثلاثا وإياكم وهيشات الأسواق إسك إلالية قيل هذا السوق للجوغو وكال إبوق أنا إسك إلالي روح مسلم حديث كان نحن نبريا صفك هذا والي حالي إمام نمادي والي حالي إمام والله شيء لكن إمام كيا كوحيك سنة وقفك الصامياش إسك إستاقية هدي الله مقلي صلاة صفك هوري أي أوفة بدن نعم إلا ترتموهتها لكن هذا أكتها يقفك عليه هذا النقطة الدأذة هذا النقطة ما أردت حقا وحقرد نمضة هذا النقطة فقه قدت كاسا إسكالة صفك هوري صفك هوري عد إمامك كوحك سني ساي وقف مركو إمامك صلاة خلقه أما خلط أصمي فتح أصمي كار الفاتح على الإمام إمام كسيح كار قف القرآن قمح يبدو سنة صوما بوسك قفك كاقا له راديو صوغل له وأصل كسيد لا إيثار في القربات مركي قربتها أنت قفا يسكهر مري لكن هذا أكته قف كاقا له صوغل له محال إمام كان صلاة دواي وخلد كرا وحكا الله دعي كرتا إن إمامك ويسهويه قفك برا رجيه أما حلقا يبني ويسهوه كبرتو أما ويسهوه ويسهو دورنا إنو دادك استو انت إسكيري هذا قاله كده من أبه هذا استخلاف وقف إنو انت سوج جيدة ماشي وقليه قف كقدم بيني وانو نقول قف قرادينا قران كأقرن كرا وحي أي وفر ديان لكن هذه قف كسماش وسكب وحي صفك الله وذا قلا أو بوسكي عن الإلالين عدة له تاسو النبي صلى الله عليه وسلم ركو ديدية وأنا مهم كارهان مسألة الفقه ومهم إنه قف كو على الأقل فهمي كرو محا ركن محا واجب محا سنة محا إمام كلا صحة محا نلا صحين محا استخلاف دعي كرا بس إيش هالصوت نقف كيون على الأقل وفهمي كرو لأن صاد أركيسان صلاته والدولة دي سنوه ومدحوين هذي له وضدكي كحيق لها وزر ذي له وضدكي مامولي لها له وهدي وحي ماذا سيد الله صحي لها له وهذا صابتك أنت إن أمضى وحا صابت لولي صلاة حجية على صلاة حين برئيسا وح الله وحي أقوانا ماشاك أروسا أقوانتي هدين نقول حبارة شادي هدين نقول لها عافي ماتكي هدين نقول لها دول بإله سبحانه وتعالى نقول برئيسا إذن وتلمام يا صلاة ربي وسلام عليه وعيري صفك هريا إسكالة وحا إسكالة ذات كاس والنبي تلمام الحديث الرابع حديث كأفراد أهنا حديث سدح بقول يكنتن يكو عن نبي يحيى وحل قوري وقيل وحاليري أبو محمد سهل بن أبي حثمة من كان واليري وحثمة مركل الشق له بفتح الحاء المهملة حانا نبي إلهين وإسكان الثاء المثلثة هي سأذى سدحات أو سدح دبعو مركا إذا لا صار صوته إمام نووي سيدا أو ضبطني ما تقانا صوته حيته كورن هدي شقل كي آلة دي كمبيوتر كي تايب كي هدي لوين لها وحالا دي لأنه إشكال لي ماذا سأدرت وحيكو ضبطين جيرو علمة دي هورا فأذو كر ديان واو واو قدان عين كي أو سيدانا ساسي مركو كلا ساري جيرو الأنصاري رضي الله عنه قال وحيري مركا انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود لوضع ننا وحا لغمك عبد الله بن سهل ننا محيصة لغمك عبد الله بن سهل إلى خيبر وحي آذين خيبر وهي يومئذ مال كاس وهي آذين خيبرنا وهي يومئذ صلح هشيس بأي هذا هشيس باجر ودقاء المجرين طبعا خيبرنا صاد قران كرتان سنة كالضباط بالضياء الكرنعي لبعضاً نن وحي آذين هلكا مركان واحد دقالة مجر ونبات با جرتي هدنا جرتي هلكا سيادة فتفرق مركي ما شتاقا نيو البدن كيسو لقاق إلا ندم با اللي يمسوام نيو البدن تيسو راسد فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل مركي لك لتقي إلا بني نوال صعدي هاي نصام عبد الله محيصة كدب عبد محيصة وحو أصول لابتي عبد الله يو وهو يتشحط في دمه قتيلا وإن تل الدلي ديك ساو شميه والله من انتي سفران ميل آذين او كدي ونيو البويردان تاد الرعو كدي من ميل بالغو باللمي مركو صالابتي هذا الرجل المحيس مركو صالابتي بيحوي من عبد الله يو ديك ساو شميه سوغ للدليل فدفنه وحرالي ثم قدم المدينة كدي مركز المدينة يمد
فانطلق عبد الله عبد الرحمن بن سهل ومحيصته وحويصه ابن مسعود الى النبي صلى الله عليه وسلم. وحي صار هذا عبد الله عبد الرحمن بن سهل كو ومحيصه ونيكي هذا نيكا صاحب عليا اي وحويصه ولالكي ابن مسعود لبضن ضمبه محيصه اي حويصه مسعود بعد الله الى النبي بيوتك صدح نيما لغو سعودا نين لغو مقا عبد الرحمن بن سهل كو نينكي لدلي صاحب علي وضا صفران وإسراعين والله با إيكا ولالكي كان وح صاحب علي ولالكي سد حدود وضا صعود النبي قويم. فذهب عبد الرحمن يتكلم عبد الرحمن مركب حب الله إنه هذلك وكهر رأي ويريه وحصان يا رسول الله. فقال النبي حيري كبر كبر اسكهر مري كان كاوي وهنيك كالكال هرمري وحدث القوم نينك الله أموسين ولا ليه سي قفك كاوين ها هاد لأه ضدك إساق أود أيارا سد هذا صوت إساق أويارا فسكت وأمس. فتكلم لبدي كلا محيسة يحويسة أو وضع الشيء بهاد لي مركوس النبي وحيري أتحلفون وتستحقون قاتلكم دارنا إسان ومركا وتستحقون قاتلكم أي قفك إذن كلني كد لي لي جيسة سيعد أم تيستان وطهشان كان ديلي نار ديار موتين وذكر تماما الحديث ذلك هو نائما دون مرك متفق عليه. ألقى مرك الإمام النووي بمركيبة إن نقص الجري ألقى بارم لايم كحديث وسعود ما شاهد كم حقها متفق عليه مع شاهد كم حقها كبر كبر هدي مرك ما اللي سجي ماذا وإن دأذ الاحترام قف كان هذه كاد دأوين على قد أبوك أباها وكل ولد أيها ذيرك ولد أيها مرك الله وضح الله حتى هذا الوقت إن أتكعين بضانت حتى هذا الوقت وح وكشه كان إن أتكعين هذا وح مهمة ده الاحترام كذا اللي وين لدى جيسته أو لقى الاحترام أو شيء قرب بعض الله شيء قربه ضدك ولا سمي والله يسكو إيمان يا نين وين نين يري أنا ضد كان إياه قص قلت كله إياه ده يا رئيسي مرة ده بس بارك اللي يسكو ديبتين لو دور دوري حق أولاد أو ما كلا ده كلا أشياء كتير لكن مهم مرك ماشي اللي يسوي ما هذا إن نينك أذارك لدى أو أباها لدى إن آذن بحيد هذا الكي آذن كوب اللابن و آذن كالهر مرين أوحو شيء بمبا شيء كيس آذن دهين وحارك إيسا يضل كالقوانا يلا بروح وان شقبه اسكولها نينك الأبو نعنكر وحارك إيسا يضل لي هور إلهي كبقو نينك نسكده وحارك إيسا يضل حان معنا له ينلقو مرميو وحانا إن مرك اللي يسوي مركو هرابا خلدنت بحيد وحا صحة هيد ضد كان اسكود هذا مال إنا فريسان لن يرى مال فريسان لكن ما شاء وقربه ما همال شيء حتى هذا أفريقيا اللي جوج لها نوال بحر رأسان لها قف كو أينيغا لجالك ويهي اسكو داء ذا أيهين أساقي اسكو فكر كأيهين اسكو تخصص كأيهين اسكو اهتمام كأيهين محايا الأصحاب طويب بضانته نبني كيسو رأسان يا شين بمركا شين بركيسو الله الدولية لكن هل كان وحدكو خاص بانته هاي وحدكو خاص بانته قف كاد أير إنا لفريستين أولي كاوين إنا لفريستين ضد أن اسكو مستوهن ولا فريسان سامركا يتها مركا وإن لس قدريو تقديرك إن لقيت تجمعي دين تعرف هذا وحلاقها اللي معها أقوان لقاها اللي مايو شهادة لقاها لكن دأذي كل شيء ذا وحيد هاي وقوالفيكيشن قفك كرق قاضو مرق قفك إنه فهموا معناها صار كله وأنا معناها النبي صلى الله عليه وسلم تمام هر مر بيو رأيشين كمرك الله صار ليه إسكه هر مر قفك كاوين وهر مر وإسقى وحبهم بعد ركت أديك كعو كان يورو ميلهن جوجا أو حارك قف وحلو كان هبل هلا كان شاه الله كان بيها الله كان انتو ساو دكتو مالان وكوكو داشي موكتا حير ابا نين كان هاندي كاب مياه ماها حكسلو كينيا ماركا ياركو ما يقانان شوق الكاس ماركو ان لبرو ان دي رادو رنكا كاوي حلوصو قبتا حلو كان قربك اللغا قلا ادنا ما نين كاقا بإذن الله سبحانه وتعالى ايا الهي قربك قلي دون وانا نوع من دونتا قوله كبر كبر معناه اي يتكلم الأكبر كان وين باحد لي بنبي قلي حديث شناد أهنا سدح بقول كونتني لو عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نبيه كان يجمع بين الرجلين وهو كل من جري لبر روحه من قتل أحد وضدك أحد لقول لك دية إهلك لقدي ليه يعني في القبر بكو كل من جري مرك كان يجمع بين الرجلين في القبر من قتل أحد حال مرك هلكاس مكسور كأ وحال ذين يسا هلك الظرف كوهن وكان مركان يجمع بين الرجلين بكل منجر يعني في القبر من قتل أحد حاله كهذا ثم يقول مركو حده جري صلى الله عليه وسلم أيهما أكثر أخذا للقرآن لبضن الروح
هذا ماشي كل شيء ده إلا ديلي يا قرآن بدنا أخذا يعني قرآن قاضي سبحان الله يا قرآن يا حافظ صنع يا قرآن كحفظنا لبدو ده أو حلقة من إنه بقول كي وبقول ولا حفظيها من إنه هاف حفظنا حلقة يا بقى حتى هدي أي نعضه إن لبدو بقول كي بقول حفظني لكن ما هو كله هرين أنت هذا أنا صوت المامين فإذا أشير له مركز النبي قال الله تلمامه إلى أحدهما لبدو ميت كما دو الرسول الله كم با كله قدمه وهر مرنجري في اللحد إساق إلك كهر مرنجري رواه البخاري قرآنكم مركز مروا البابا وأركتي ووحى كل يدتك لو كلا صار هذا الإمام نبي لو كلا صار فدقة لو كلا صار إلك لو كلا صار يوم القيامة جنة ما لو بابا نقول ماشو كدق إلى قرآنك لو كلا صار وحى كلا أن أرورين إنه شهادة اعتراض بضن الجامعات كان اعتراض بضن يذهب فائدة إنه لا ذا وأنا وح فائدة أقف كأنه حبرته لكن قرآن كان إلهي وإن ما لا صار كتاب الله جل وعلا ومهي محن أقعت أرضي والبا قرآن كحب دياي فيل والبا وأن تخصص والبا هدوق قلو وإساقا نمبر وانا عن حستا مرأة المملكة أن جوقني كلية الطب أرضي لكتا متفوقين تا وضن كاس نمبر وانكا نينا نحافظهن مسوق اللي جيري يعني معنا واحد يابا أساسيات كوي هذا ما أنتو حضارك إسا إسكدا ينين كلية الطب لكتا ددكي علمي الشرعي براني قرآن كحب سنين بل نينا القرآن حفظين إنه علميا برنا يراد اللي بوينه وكله كل مية محل نصوص ولا سود اللي شنيا حتى جامعات كإسلامي كمان توه حي باللابين وخصب كيهين ما دام أرضي أن لو خص بكرن حفدي وح أي أمران إن ربع هراء دش الله يقبض مع الربع كوات بقرة الله قبل الله إلا لجسوا جار سورة المائدة أم أوفوا لجسوا جاره ربع عاسو حا كجر أحكام تي ودم بها كجر يعني أحكام الشريعة هذا إلا باب الطلاق بقى الآذية رجع الآذية خلع بقى الآذية قتل بقى الآذية دياد بقى الآذية محا سود اللي شنس وفق مركوا انو الدليل كهيلي كرو مر كتاب الإلهي محفظ السني وحان الربا إن الدين برتوحي كمت وحياها بدع ذا قلالك صبيري كمت وأنهر اللو أقون وليالك وحيك الشيقان رحمة الله عليه صاحب أضواء البيان شيخ شنقيدي قفكي صافر على قديس سؤال شو الدين جنوحي لا تحفظ بكتاب الله جل وعلا انت سوي دين جنوحي محفظ انت القرآن كما بحث صاحبتي مركز سيحف سحبره مر القرآن كمر قفكم يا لساره علمي الشرعي قلنا ضدم بو يا لنا معنوه كو يا لنا على الأقل النصوص تبع التقان كمان فكر يا سيد تفسير كيسا كو سهلا إعراب تبع كو سهلا لغة عربي قوي فريسان يسأل حن قفك وعيد عن قفك القرآن كي إله دوشة كهية قاموس ضمبو هيا قاموس الفقراء بعيد عن قفك عن قاموس كجدن كريم قاموس وحوف القرآن إلا أن أراك هذا الفاظ قاركود الى له مثلاثي با مسداسي با صرفي من الجوديه مثل ما الجوديه قف القران كحفظسان الى ان ايادي مره على حفظسان دا سوما وسي سهل ما بس توريسا وان اوكتين سكيلسكا لقده marka la baranayo waxa asaaska ah oo muhiim ah inu qofki xifdiyo waxa kamid tahay qayb wax lagu barto quraanka baad xifdisan tahay arabkaagi baa fadhiya makhariijti baa ku fadhida dalil wal marka lakiin way soo dilishan karta mithal wal bun nahwi baad haysta way ku sahlanta halka marka waa muhiim أهمية القرآن كما كان أولي صلوات ربي وسلام عليه سو كهر مرين جريبا إيوه صحابة أولي أي دعي كرتا إن مجالات فربضان هو كالفضي بديه أي دعي كرتا لبضا منا إساقو ميل تاقن لدي منا إساقو هالقم وعذرا موجي لدي إيضا دعي كرتا هذا لبضا حلوك لصار القرآن الحديث السادس وحديث سدح بقول يكونتني سدح عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيل أراني في المنام أتسوك بسواك وحان أركي وأن كريوذي أنا هردد كل حاضي يعني فجاءني رجلان لبن بأيهم أحدهما أكبر من الآخر لبذوذو ميت يو كلوين وميت كمي يو كوين كان كلا لبن نو أنسكو داءهم بأيهم فناولت السواك الأصغر عذي يبعحن ديبي كي يرى فقيل لي كبر مركز ألي هرمري كان وين فدفعته إلى الأكبر منهما مركزا وحان سيئي كوذا وين لبضو كان وين بان سيئي رواه مسلم مسندا والبخاري تعليقا هذا كان ماشا مركز الإمام مسلم حديث كان رواية دي سوحاية رواية مسندة إلا رسولك صلى الله عليه وسلم متصلة هاي هالك إمام البخاري تعليقات كوكو الشاقي لبضو مربع دي سواء روريين تعليقات البخاري حجدة إليه حديث مركز وحديث مركز فردية نبي مركو حكاه الله صلى الله عليه وسلم إن أوليها يحاسن كريوذا لا وقف بأيمد وكلوين
كي يرى مكان هذا قودي بالي بره مرك كله أرك رؤيا الأنبياء ووحي مرك هذا مرك كوب يلا كيان هذا أرك اللبن نسجر فريان كان وين هرمري هذا كرسي كعيسى أرك اللبن روح كان وين صافري سده ومهم ذات كوين إلا احترامه واحترام كأسرنتي أدنى فائدة كوي هاي قفة كندي وحلقة يابا انت أدوك جرتي ونصة إنك بدن بوسو جري وح بدن بوسو قبت هدو مسلم هاي أدو أذن قبوي. الحديث السابع والحديث حديث كالسدح بقول يكنتني أفر وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوحيري إن من إجلال الله إلهي وينينتي سبحة كمدة إكرام ذي الشيبة المسلمي قفك مسلم كاي عروبي إلا ما موصول كرامي إلهي وينينكي سو يحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه يقفك كتاب كإلهي حفدي سون أو إذا مر كان كعمل فلايا وأنا كحد قد بينين قوينين إيو إكرام ذي السلطان المقصد يقفك مامل كهية سو قف مرحة أو ميلهية عادلنا إلا هر مرياي إجلال الله وي. إلهي إنا ويني سيد مي ربطاها ضدك مركا أتادها كوين هذه كو حل هر مري قفك عرضة له يا مسلم كا عرضة طبعا ما أنت لا يا ميلك بحثان لا أنها ورادين إناي لكن وحل لك ولا دادي ده دوكر على الأقل ماش إلا والو داد كويسي ويقر صنت على مقدر في آخره ومنع من ظهورها التعذر والبحث عن اليرني ولا الرهديني مركب وما قنته لكن استجن نيو من وين وال نيو صمد نحوها استجن نيو نك كان باش انه قري مركب هرمري هذه باش حكومه تعال لبا حامل القران مركب لبا كان قفك القران كحبد سن الا وينه وحي كمته وينينتي الى جل وعلا وكتاب الله جل وعلا مركب سبع حد غير الغالي فيه والجافي عنه غير الغالي وام حي وقفك ان مغالات بدن كسمين ان كتر ان كحد قد بينين انا نكفو غانينين أو مركو كعمل فلي أنو لا آذين الملك بحسن سهديه حرقنين عيضوا أي لهين أنا لا آذين قف كاوي ولذلك شرد بقى مركا شرد بقى للرعية قرآن كا لكن حامل القرآن بات آداب نقف كي ما بلاها بقى أو صوت دون كيلي آيات إساقا مدحي سكفصيرانية سيء ولمقت جيدي قرآن كا كان آيات بفصيرت آيات حديث بفصيري حديث سلف هذه الأمة نوفسره ولا فسره لكن هذا ده تفسير عصب عني الله إيمانية أما إنت عن جوجل يعني الله صباحي لا يعد جيسن ما إيوه قفك مقصد كأ ضدك إيوه ومضى أسوت لي عدالة أنا كنت لي ووحي إلهي وضدك فرنا ضدك كم عمولي ضدك أنا إلا شرفوي مركب قف البابا وحناي منذ حديث عايشة نوت الماميس مهر بعيا ضدك مركب بوس كود إلا دجيو حديث حسن رواه أبو داود حديث سدح بقول يكنتن شن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي بحيري ليس منا نوم ترسون نجمد معه من لم يرحم صغيرنا كان يرمد أنا حريصا ويعرف شرف كبيرنا كان وين شرفتي سأنا أقنصا رواه حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وقال الترمذي حديث حسن صحيح وفي رواية أبي داود حق كبيرنا كان وين حق أولياء ما أنت أنا واحد اللي نوسو برارو جيني دتك وين إن الاحترام وماشي إذا إيه كان واحد لقربها كان قف بقفكو كاير يعني وين أدو رحمت بو بعيا مرك راشين لعوني يأكل يرك إن لهر مريو عيالك لهر مريو دائرة بريورة لسيو أو أولوية لسيو أو منانة لسيو برنامجه ده نمبر ون لقد ديجوا إيه كان لهر مريو دعوة إيجا سيجارة لغو سمبيو إن إيجا الله سمبيو إيجا نحريس بيو باشو كود جرتا إلا نيجا كان وحالا جاء مشوار باسوغي داد كينا ووين وقت يقون ووقت كالي لكن داد كينا مشوار باسوغي مشوار كامرح على رامركا نحريس موجي لك وحال بو هداد دهدد آنيجا وحال بو هديجا يكون مقت أنا أكوين إيجا خطروي ولياليك ابن سعود حوديه جي ليس منا هل سيدة نلغو وضو نقدا إليح ليح انت نومتر السنة وإسلام حتى وخطر كلمة ملك اللي قالي كرتا حديث سدح بقول يكون تنئي لحية سقالات عن ميمون ابن أبي شبيب رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها وحيتري مر بها سائل نين دور سنة أيا صومري فأعطته كسرة كمسر بيسيسة وحيور روتي يربحون ومر بها رجل
هذا نوح صومر نين عليه ثياب وهيئة بر حرن هي أي كم مقته هي بنا أي كم مقته هي أدي يعني قف محترم ولر كيس اسكت سين فأقعدته وي فريسي كي هرنا انتي ودي بتي بيوحي تر نقاب كنما البي فريسي فأكل منها مركاسو عني سوى فدية أيو عنا فقيل لها في ذلك مركاس أرنكا وحلقوا ويدو اللي والويدو حلده لما نبقى كويم لما نروح بي كويديستين منا انت قعدت اقول ردي بعد هراوسي ترى رحصو تري تك ككل نوات فريسوس شرفا او ماموس له بعد نيك اسو دويسي فقال دحيت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غير انزل الناس منازلهم دتك بوصسك اليه هلك اليه تجيه رواه ابو داود لكن قال ميمون لم يدرك عائشه ميمون كان حديث عائشه كوريني موسى هليلين وذك وقد كره مسلم في اول صحيح تعليقا وقد ذكره له وقد ذكره مسلم في اول صحيح تعليقا الامام مسلم كتاب كي صحيح اول كي صحيح حديث كانوا معلقه فقال مركز سهيري وذكر عن عائشه رضي الله عنها عائشه وحال الشاقي قالت اني تري امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوح النفر نفري ان ننزل الناس منازلهم دتك بوسسكو ان دجنو وذكره الحاكم أبو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث أبو حاكم نكش وقال بحير حديث صحيح أنزل الناس منازلهم دتك بوسس بقف البوا مال بولي وأنا هلك قفك ويسدقوي هذا كان مركة وحل موجين لنا مسكين نمدي فقري وكم مغضو اسم الدريل وحالة يسيكلو كان هي أدبا كم مقت ونكون دد جيور منزل بوله دادة منزل بوله علم جيئة منزل بوله إن أمضى حقوق بتيئة إن أمضى حقوق مسو كردين أنا هين إنه مالها كعيتمو منه أمضى حقوق مسو كردي إسكوسي إلا لا نقم ما ظلمنا ما حال باس كان نين كان ومو تيستي نين كان معركة أمضى حقوق مسو قبتي إن أمضى حقوق مسو كردين إسكو مين ده لقى دي ما نين سو دادة أورنتي أمضى وحوسو قبتي كيرا هدا صاكع مدح الله صاكع اسكوسي ان لا نقم ما دتك مركا انزل الناس منازل معناها سمرك حديث يقول لي قدي مركا دتك بوسسكو اللي دجين لها ابدا بقى اجي لها وحين سيكولوجيا قف كما مالو سن لهين هداد جيسد حنون بيكون نقونس ادا دباتين مركا لما دباتين بوسو سن لهين هجينين مالو سن جارين هجارسينين باب وسن جلين هجلينين هدي كالو اسكا دعينيا وسوي حسكر هذا عينه إنه ماشى وقاري سووا حوانا هنا ده هديد ويسوكا تاس وسكو تواصل تاني خطرة تاعي ومادي أظهر كينتيد رم بقوم على هنايا كده مدد كله من هنايا فتاوي خلدم بوكين يا مركني كان بوس بولي هاي بوس كيسوس النافين هالكاس يان النافين هدي النافيو عركو قليه خطرنا وين خانسا عايشة مركا حجايب بس حديث كسود ليشتي وأنا حجايب حديث الله برفعس كأو مركا وكم موضوع حديث ك صدح بقول يكونتن يتضبوا عن ابن عباس الحديث وانا صامر هذا الحسوستان رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن عيينة بن حصن أيا يمد فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس وكسو الدقويل أدار ويهو أي كسو الدقي ومركا أي مرتي مركا وهام وكان من النفر الذين يدنيهم عمر وعن كجري نين كان وكسو الدقي قال لي عمر الخطاب سجارة وسو دوين جري يدنيهم عمر طبعا هلك مجلس الشوري هيسا ضد قارو سو دوي سنجري باجرة وكان القراء هذا اللي نوشيك يا مرك ضد القرآن كأهل القرآن كأهنا وحي أهيان أصحاب مجلس عمر ومشاورته عمر الخطاب رضي الله عنه مجلس كيسي ضد ولا تشطه وحي أهيان قراء بأهيان لأن القرآن حفظ سنين عمر خدام مجلس مسوي فريسين جن عمر حافظ هاي أما قرآن كي يقان أما هو معركتي قرآن كي إن أهل القرآن اللي يكر كهولا كانوا أو شبانا أما قرمضوا هالنقدين أو اللي يرى هالنقدين فقال عيينة مركو حكي لابن أخيه ويل كان أذارك ويحكي يا ابن أخي أذاره لك وجه عند هذا الأمير أميرك كان أكتيسة من محاتاي وجه كله ومعرفة كلها والقوا يقانعون خطوة يسكو في عن تيمول فاستأذن لي عليه بل إذا انضلب محرم إنا نقطة
madama adiga astaqaanan bal xoga iso qalqaale inaan amirka la farisaan rabaa ninkan waa nin reer miyi baad uu ka yimid ninkan magaalada joog ku soo degay oo boos weynna fadhiyo v i p ee cumar alkhadaab guddigiisa tashiga ku jira ahlul qur'aan ah markaas xirniyo adaa halkaas ka dhowe cumar alkhadaab igala hadal fastaadana lahu isna idinkiiba weydiiyey wuxuu yidhi wuu ku ogolaaday amiir lmuminiin faadina lahu cumaru cumarna wuxuu yii soo gal ayuu yimaada فلما دخل رمي وامركو صقل وحيره قال هيه يا ابن الخطاب هيه عمرو فوالله ما تعطينا الجزل نمسيسيد بيري حبضا نمسيسيد ولا تحكم فينا بالعدل عدالنا نقوم حكمت لانكي حنا صامري نو اذير وياي يقال هذا البيري نينكي وجه بحب كريدي ور عد عد oo aan sax ahayn oo isku aadiyey waxa la yeelay ninka maadaama magaalada uu ka maqnaa cumar khadaab warkiisa aanuusan haynba wax khaldan buu iska sheegay information khaldan buu halkaa ka tuuray cadaaladna nin cadaalad sameeyana ma tiid waxna nama siisid bi faqadiba cumar cumar shalay ka noqotay wuu xanaaqay xataa hama an yuuqac bihi ilaa uu ku sigtay inuu markaa uu edbiyo oo meel saaro waad ogtihin cumar duriyar bahda oo kuusan buu watay ayna fiicnaa lahayd masaajidda haddii laga dhex helo oo qofkii labalaba iyo lagu arko markaa lagu xanuunjiyo faqaala lahu xur xur baa marka jawaab wuxuu yihi yaa amiira almuminiin in allaha tacaala qaala linabiyihi ilaahay wuxuu nebigiisa ku yiri wiilkii yaraa marka hadlaya khud ilcafwa wamur bilcurfi wacrid can aljaahiliin cafiga qaado wanaagana far oo kuwa jaahiliintana kasii jeeso wa ina haada kan adeerkeeya ee hadalkaa xunna ku hadlay min aljaahiliin jahliintu ku jiraa wallaahi ba markii yidhi xadiidka ninka inoo warinaya maa jaawazaha cumaru xiina talaaha calayhi cumar meelna uma dhaafin aayadda markuu dul aqriya wa kaana cumar wuxuu ahaa waqaafan mid ku istaaga oon saa uga tallaabin cinda kitaabi illahi kitaabka ilaahay marka cumar aayad loo sheego si kasta uu tembarkiisu uu kacsan yahay وحناقصين ولي ما دافن عمر خضر رضي الله عنه طبعا حديث كان اسنا رنتي وحموجين يا وحالة الماما يا احترام كتاب الله جل وعلا مركا هلك دليل كأ دليل كهلك كدليل شاني ما قرن قرتان حديث كان يا شيء كرا وكان القراء ها هلك القراء قراء الله قراء الله يا مركا دليل كمركا هلك باب وكاي سوحيه القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته هل كاسوي مركز دليل كبابك وكاهستو ما دام إنك إن قارئ وها عمرنا وسود ويسي قد يجي تشت كان وكدري تام مركز حلقة قادنا يا إن مرتبة دي إنك أن أقولها على دقي مرتبة بولهاية حديثك صدح بقول يكنتن يسديد عن أبي سعيد سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال أهل لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت النبي صلى الله عليه وسلم حانها غلاما إن لم يرى فكنت أحفظ عنه أكد وأن حفدين جري طبعا مركا قفك دا يرتا حفد يسو وكفي عن قفك كلا إنه واحد لقيبه واحد دي أن مقلنا إنا كلا حلمان لكن إن كان يرى ذا وحفدين إيه لما سكح يسوها فريش مسؤوليات فربضان أو كفا كرن مالها الذهن مش مشتت صمع فما يمنعني من القول إن أن الله أو حشيغانا إيقا علين ميس إلا أنها هنا رجالهم أسن مني أنا نهين إن ماشان أي فديان داد إيقا وين وحكا لما وحن هدلي لها وحن إلا قال رسول الله إلا وحيو عن حفدين جري لكن داد كان إيقا دا وين أيان مركا احترامي هل كان مركا مهم وين إن أضو سكا ستدوي حفد سنتا وقت يقول لقار سامة إن داد كان إيقا دا وين إن احترامتو مهم هذا شهادة سوقا هرتال سوقا سوالي نقول كبليو نقول كبليو كبليو مسألة الحالة أصاب بارتها لجق جق لين نهار الله صاب بارتي لقى بقول كده قو مرة بينا فهمي كرت إنه يجر قف أديك كون حديث كود ضم بيواكن صدق بقول كنت أني سجان عننا سير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ما أكرم شاب شيخا لسنه قف دن يرى ما موسى ما شرفه قف داء داء دي سدرت قف كي احترامته وحقوقه أنت كرسي وقك عضيات ما أردت أد إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه إتنا إلهي وحو الدياريا قف إساق إكرامه وسي كان أشرف أشرف مركوين هذا مركو واحد هرمل سنة يستوي ما أنت هداد دادك كاوة وين
adu khidmeynays adna markaad weynaatid khidmadu baa tabaa lagu khidmeynaya maanta dad madaxa saarid waa lagu saaran doonaa haddii aad la jaqjaqlayso na murantid oo aad ma aragtay aadan ixtiraaminna adna way ku sugaysaa kama tadiin tudan rawahu tirmidi وقال حديث غريب بالله توفيق